ديالي عند الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع سيارة الأجرة في السلف الثاني مدينة فاس. السبب الوقفة الأخ الكريم اللي كان واقفين قدام محكمة استئناف هو أنه كاين واحد القرار عاملي وظاهر شريف اللي كنظم القطاع ديال سيارات الأجرة على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني. هنا بمدينة فاس هنا يعني كنشوف يعني كسلطة ما مطبقاهاش على الصنف الأول بالضبط، لأن الصنف الأول مخترق المجال الحضاري بواحد الطريقة عشوائية بزاف، مع العلم أنه كاين قرار عاملي اللي كان ضمن القطاع اللي هو قرار عاملي 2009 اللي فيه واحد البوند اللي كيقول الطاكسي الكبير يخدم باش يخدم خارج وسط المجال الحضاري أنه كيدخل المحجز البلدي، في حين كنلقاو أنه بالضبط السلطة يعني المعنية بالقطاع بصفة عامة كجهاز الأمن أو كولاية فاس ما مطبقاش القرار العاملي، كنلقاو خرق الظاهر الشارف اللي كيقول بأن الصف الأول كيحتل بوان ديبار ديالو يعني اللي هو من نقطة الانطلاق ديالو من العاصمة أو نقطة المجال الحضري فاس إلى خارج المجال إما مدن مجاورة أو إما أقاليم مجاورة. ربما أن سائق سيارة الأجرة كيلاقي أريحية في العمل ديالو عكس صاحب المجال الحضري اللي هو الصنف الثاني اللي كنعيشوا واحد المعاناة راه لا حد لها ولا قياس. تصور ان سائق سياره الاجره الصغيره غادي مور سائق سياره الاجره الكبيره، هذاك كيهز ويحط الاخر غادي خاوي وهو ملحق بدون حاسب ولا رغيب. واللي فيضت الكاس هو انه احد الاخوان ديالنا يعتقل او يتسحب منه الرخصه ويتدار له محضر ويتقدم للمحكمه على اساس انه هز شي كورسه خرج بها خارج مدار الحضري، جاو رجال الدارك داروا خدمتهم. فالتساؤل المطروح الان، إلا كانوا رجال الدرك كيديروا خدمتهم وكيديروا المحاضر ويقدموهم، فراه خص الناس ديال الشرطة يديروا المحاضر الكرون تاكسي اللي خدامة بدون حق ويقدموهم ويكون واحد النوع من التكافؤ. الوقفة هذه باش نكون واضح، حنا كما تنعاود تنقول بأن المهنيين ما عندهمش مشكل مع المؤسسة القضائية، بالعكس جاو لعند هذه المؤسسة باش تيطلبوا الحماية ديالهم، وراه عندنا في اللافتة عندنا تحت شعار المطالبة بالحماية القانونية لمهني سيارة الأجرة الصغير بمدينة فاس. وكاين لقاء ربما يكون لقاء الإخوان المسؤولين على النقابة غيطلعوا لعند السيد الولي غينقولوا نشوفوا شنو كاين، حنا ما غنتحركوش من هنا حتى يكون شي رد إيجابي على هذه المطالب ديالنا. والمطلب الآخر اللي هو أنه الكرون تاكسي تمشي للمحطة ديالها تلتزم المحطة ديالها، وديك الساعة نحلوا نقاش. وتحية للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.